حليني بقى من المشوار ده، ويابا لو على تجارة فود هعلان عليك وانا مرضي. مرضي ياض؟ هو لو عايز تجارة فود هشتري بيها حياتك؟ انت كلك كده على بعضك ما تسواش مليم. طب يا سعيد انا تحت امرك، اللي تؤمر بيها انا سديت، ولو عايز رقبة فود نفسه. انت ياض الوساخة اللي انت فيها دي، عرفت ان كلك على بعضك كده ما تسواش مليم؟ انت ياض هات اللي في عبك. انا تحت امرك يا سعيد، عايز تعرف ايه؟ مين اللي بقى اللي موجود؟ ومين اللي قالهني ورا حريق عرابي؟ انت؟ والمصحف منى ده الخسيس اللي اسمه الطيب. طيب عايز يخلص مني مش كده؟ اه، ويخلص من فوده بالمره بعد ما تعرف ان هو اللي ورا الليله دي كلها. وساعتها الليله تفضلكوا انتوا الاثنين بتبدي ابن الحرام على اخوك يا حمار. انت ما كنت اديته طلقه وتخلص منه على طول. حاولت وكلمنا عليها انا والطيب رجاله اتغربلوا، لكن طلعت لنا انت من تحت الارض يا سيد وخدت الطلقه بداله. يعني انت مش عرابي؟ ها كله بقصة طيب. انت عارفنا يا كبير، طول عمري بطني فاضيه يعني، احب الزيطه كده وكبير كلمتين كده افك بيهم عن نفسي. بقول لك يا عم سامح، خرجني من دماغك وكفايه الادويه الاكسبايرد اللي احنا بنبيعها للناس دي. ايه يا عم مالك فيه؟ ايه ما قلنا لا بتنفع ولا بتضر، ما يبقاش قلبك خفيف بقى. يا عم انا قلبي خفيف، ما تقعدش تتكلم معايا بقى في المواضيع دي تاني. يا عم قلنا دي ادويه جدول وصلاحيتها شغاله. ايه يا عم، هي مخدرات؟ ايوه دي مخدرات، وانا مش هدخلها عندي، ولو دخلتها عندي مش هخرجها غير بروشيتا ومن دكتور كبير كمان. طب اهدى يا احمد بس عشان ربنا يكرمك. طب ما تجيب سيره ربنا في اللي احنا بنقوله ده. طب بلاش، المصلحه اللي هتطلع لك من ورا الجدول قد الاكسبايرد 5 مرات. ها هتاخد ولا حولها لحد غيرك؟ سلامة انت يا سامي. انت شكلك متضايق يا ابو حميد النهارده. فكر وانا يومين وهعدي عليك. سلام. عظمة يا معلم شندي. خبر عرابي مسمع في الدنيا كلها. بس ان جيت للحق انا كنت خايف لما تلحقش. ويعملها معاك زي ما عملها مع فودة. طول عمره كلب وعضته اللي هبر. بس معايا انا ما يقدرش يقرب ويفتح ضب. بس الشهادة لله. كله يرجع للفضل بتاعك وجميلك اللي مش هنساهم. يا عم انا ما عملتش حاجه، بس طول الوقت كنت بقولها لك خليك ورايا وانت هتكسب. وبعدين الشغل اللي انت قلبته من مخازن عرابي قد اللي راح منك وزياده، مش كده ولا ايه؟ ما تخافش، عينوبك من الحب جانب يليق بمعلم ده. لا ما انا مش خايف، حق هيجي ما انا عارف، بس كله باوانه مش دلوقتي. مش دلوقتي ازاي؟ ما خلاص السوق صفصف عليا انا وحنفي الوزان. هنستنى ايه؟ اسمع كلامي واشتري مني في الهادي. انا عايزك تخفي البضاعه اللي عندك كام يوم، كانها ادفنها كانها اتدفنت مع اللي اسمه عرابي. كام يوم ده عزه يا عم، العالم كفرانه واديك شايف النور والبنزين، الناس اتخنقت اهم. جاي انا مخسر روحي في الوقت اللي لو نزلت فيه ربع جرام اكيد. طب اديني اماره. امارتين مش اماره، اولهم السوق اتعوج من ساعه ما اصحابك قلب واحد ورا التاني وقعد شله حطيتها. نرمي احنا البضاعه بتاعتنا ونرخصها ولا نعززها ونبيعها بدل ب 10 ب 100؟ يا معلم بخاريف، الوزان كده كده هينزل وهيبيع والسوق هيشبع. اجي انا بقى ساعتها احط حطيتي تتالف وش جبرت يا خفيف، وده عيب. انا بقى عايزه يطلع زيك كده وينزل بكل طول، وساعتها هديك الاماره التانيه. دول بيجهزوا البضاعه والرجاله دلوقتي. سيبه ينزل براحته، وزي ما وعدتك هتبقى بطولك في السوق، وساعتها انا اللي هسمي لك النونه الجديده. هتسميها ايه يا وحش؟ فرشه الضغط العالي 220 فولت. واحنا لا مؤاخذه هنكيفهم ولا هنكهربهم؟ لو انت السادي هننورهم في الضلم. انا لما اديتك فرصه تانية كنت متصوره ان حياتك هتكون افيد من موتك، لكن من الواضح ان انا كنت غلطان. لكن اللي ما تعرفوش ان ممكن اصلح اي غلط في لحظه. اهلا انت من ساعه ما اديتيني الامان وانا حاطط تحت رجلك، واللي بتؤمري بيه بعمله. اديتني معلومة تافهة في وقت كنت محتاجاها فيه. تصور بقى وانا بطلب منك معلومة مهمة وتقولي معرفش. ممكن تقولي بقى انت فايدتك ايه؟ يا ست الكل الليلة مش هربانة مني انا بس، ده من العالم كله. مفيش حد هرش أي حاجة عن أي حاجة، كله متساوي لموازي. وأنا لو عندي أي معلومة عن أي حاجة ولا أي حد كان زمان عندك وقتي. ممكن تقولي بقى أنا بستفيد منك ازاي؟ أنا كل اللي أعرفه إن السوق فايق
وفي حد بيحرم في اساسه لا مؤاخذه، بس هو مين ورحمه امي ما اعرف. وانا مش جايباك هنا عشان تحلف لي برحمه امي 24 ساعه وتعرف مين اللي اتجرى عليا وبيعمل كده. اوكي ده بجد يا سيد؟ لا يا بنت مش بجد، بجرب عشان اخش بيه على البنت الجديده. ياه ده انا كنت بحلم باليوم ده، كنت فاكره ان هو مش جاي. يعني خلاص خلاص بقت ليا. ما طول عمري ليك يا بنت، ولا حته الدبله دي هي اللي تربطنا ببعض. لا بس انت لما كنت بتبعت كان بيبقى نفسي في حاجه كده من ريحتك، امره تقول لي ان انت راجع. وقلبي اللي انت خدتيه من زمان ده مش امره يا بنت. ربنا يخليك لي يا رب، بس يعني مش كنت تستنى لغايه ما اغسل ايدي كده من الطين ده؟ انا عايزك كده، عايزك معفنه. عاجبك ولا اخد الدبله وامشي؟ لا عاجبني عاجبني، بس يعني انت هتمشيها كتمي كده؟ الله، مش انت اللي قلت مش عايزه لا فرح ولا زيطه ولا زفه، وقلتي تعالى خدني من شعري كده على طول يا سيد؟ هو في راجل يمشي ورا كلام الحريم؟ صح، انا غلطان مشيت ورا كلام الحريم. طب تعالي بقى يا بنت الكلب. ربنا يفرح قلبك يا حبيبي زي ما فرحت قلب البيت. واتفرحي قلبك انت كمان امتى بقى ان شاء الله؟ بس بقى يا سعيد. بس ايه؟ يا بنت ما تجيلي في العدل، ما انا اتكلمت معاكي مليون مره وطمنتك. بلاش بقى بصه الخوف اللي بتقلب المواجع دي. لو على الخوف منك يا اخويا انا مطمنه. طب ده انت قلبك فل واكتر واحد حاسس بيا. امال ايه بقى؟ هو في حد تاني ليه كلمه عليك عشان تخافي؟ طالما انا قلت امين خلاص ما حدش له فيه. حتى لو كان ابني؟ عمر. ايوه عمر يا سعيد. طب افرض ربنا رضي عليا وبعت لي من الحلال، عمر هيولي فيه؟ لا طبعا. بس من امتى نصر الحاجات دي بتوقف نصيبنا؟ نصيبك هتاخديه تاخديه غصب عن اي حد. ما هي دي الحسره يا اخويا، الدنيا ما بتديش الواحد اللي هو عايزه، تديله حاجه وتاخد قصادها حاجه. اي ولد عمر لسه صغير بس مصحصح بحاله، وعمره ما هيرضى حد يشاركه في امه. هيجي بقى في قدامك ويجعجع ويطجن في الكلام، بس بعد كده هيرمي ودنه اللي يعرف ياكلها. يعني يعني اللي جاي ده لازم يعمل مجهود، يتشقلب، يعمل قرد عشان يكسبه ياخده في حضنه. طب افرض ما عرفش يعمل، يبقى ما يستاهلش ست الستات. عندك حق. انت كنت الاول بتقولي، دلوقتي بقيت انا وهو حاجه واحده. واللي جاي ده لازم يعرف كده، لازم يعرف ان الشله تقيله، هياخدك انت وهو مع بعض. والشله التقيله يعني المهر غالي، وما يقدرش على المهر الغالي اللي يقدر تاني. تقوم تنام، انت تعبت. تعبت انا كل ما اكلمك تهربي مني؟ ما بهربش ولا حاجه. تصبح على خير. تصبح على خير. قوم نام قوم نام. والله وراك لحد ما تتجوزي، مش هسيبك. عشان عادل اللي انت قلته، تبقى نسيت كضربه بتاع زمان. الصحاب مفيش بينهم خصام يا كضربه. انت رميت كل اللي بيننا ورا ظهرك، عورت الواد في دنيته ودخلته شمال. صحوبية ايه اللي بتتكلم عنها بالظبط دي؟ صحوبية اني اقف جنب صاحبي في محنته. ده يا اصل محنة ايه اللي بتتكلم عليها؟ محنتك الكبيرة يا صاحبي، بقية في حياتك. بتعزيني في مين يا فودة؟ في سيد ابنك. خلص على معوض اخويا واجي بعزيك فيه. انت تقدر على سيد فودة؟ ناوي تتصدر له؟